من مدريد مشاهدينا ينضم إلينا صلاح قيراطة، كاتب ومحلل سياسي سوري. سيد صلاح، مرحبا بك على شاشة قناة اليوم مرة أخرى. يعني هناك حديث عن لقاء مرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، وذلك أيضا يعني كما هو معروف للحديث عن الملف السوري، طبعا بالأخص ملف إدلب. يعني من هذا اللقاء ما هو المرتقب الخروج منه؟ هلا الحقيقة كما تفضلتم بالتقرير، تركيا ليس في مكان تحسد عليه، فالضغوط من كل حدب وصوب تحاصر الحكومة التركية. المسلحين المتطرفين الموجودين في إدلب يهددون تركيا دائما أنها في حال تخلت عنهم كما فعلت في حلب وفي غير مكان كان لها نفوذ سيكون حسابها عن طريقهم. أضف إلى ذلك لن ننسى أن تركيا تئن تحت وجود 3 ملايين أو أكثر من السوريين رغم الوضع الاقتصادي المتردي. في ذات السياق هناك الروسي والضغوط الروسية، لذلك نرى أن تركيا فعلا في قراراتها تحاول بشكل أو بآخر لملمة الموقف ما أمكن تحت عنوان وضوح الصراحة، وفي الحقيقة الأمر ليس في هذا السياق. دعوني أعود معكم إلى الخلف قليلا لنرى أن تركيا إحدى 3 دول ضامنة لمناطق خفض التصعيد، وقد نشرت 12 نقطة مراقبة في سوريا. نعم. هنا علينا أن نقف قليلا لنتحدث أن مفهوم خفض التصعيد يبدو أنه بين الفهم بين تركيا من جهة وبين الثلاثي من جهة أخرى. تركيا وبدفعها الأخير لاعتاد متطور وسلاح ثقيل وكأنها لا تريد أن تقف عند حدود نقاط مراقبة التي ليس من شأنها لا الدفاع ولا الهجوم، إنما هي حاليا نراها وقد دفعت قوات وكأنها تريد احتلال، وهذا مرفوض بشرعة الدولية وبالتفاهمات ضمن الثلاثي الضامن لمسار أستانا. هذا أولا. أضف إلى ذلك حتى لا يغر أهلنا في إدلب وأنا منهم بالمناسبة أن هذه المدينة، السلاح المتدفق من تركيا كضابط سابق في الجيش العربي السوري كلها مدفعية ميدان محمولة وليس بينها دبابات، أقصد أن لا سلاح هجومي. تركيا بشكل أو بآخر لا تسعى بشكل ما لإنقاذ إدلب، في حين إدلب إن كانت بحاجة لإنقاذ فهي بحاجة من لإنقاذ من المجموعات المسلحة. إلى ماذا تسعى تركيا سيد صلاح؟ نعم عفوا، إلى ماذا تسعى تركيا؟ لضمان ماء وجهها، تحاول أن تمسك بشكل أو بآخر العصا من المنتصف لأنها تخشى الخلاف مع روسيا من جهة، تخشى أن تغدر بالمجموعات المسلحة التي دفعتهم ودربتهم وآزرتهم ودفعت لهم بكل ما يمكن من دعم لوجستي. الضائقة الموجودة نتيجة السوريين الموجودين على أرض تركيا، كل هذه الأمور جعلت من تركيا في مكان لا تحسد عليه فعلا. لذلك تريد أن تستقطب العالم على أنها داعية حقوق إنسان أو دفاع عن إنسانية، في حين حقيقة الأمر ليست كذلك. عندما دخلت تركيا إلى الشمال السوري كلنا يعلم أنها لم يكن لها لأن تدخل لولا الموافقة الروسية، وفي حينها اعتدت تركيا بأنها لا تريد للقوات الكردية الانفصالية بأن يصلوا إلى المتوسط كي لا يكون لهم بوابة على البحر تعزز قيام كيان انفصالي. أضف إلى ذلك نجد أنها عندما كانت تدعو وتقول أننا يجب أن نحارب الإرهاب في سوريا ونحن مع هذا الأمر، لمرحلة أوغلو قال عندنا 10,000 إرهابي من جبهة النصرة في إدلب. نعم. وكلنا علم من تصريحه وكأن تركيا موافقة على العمل العسكري، وعندما كان العمل العسكري بات واضحا أو صريحا أو قريبا تلفظت تركيا بما لا تقصد بل بما تناور من خلاله وهو القضايا الإنسانية. أين كانت تركيا أختي العزيزة والمستمع الكريم؟ أين كانت تركيا خلال 7 سنوات ونصف حتى تطلب الآن هدنة أو وقت أطول لتفكك جبهة النصرة؟ لو كان في مقدورها أو في غايتها أن تفكك جبهة النصرة كان عليها أن تفعل منذ زمن. لكن لا أنكر أنني أعتقد أن هناك تواصلات بين الحكومة التركية والحكومة القطرية في إطار محاولة
تفكيك جبهة النصرة، لكنهم لن يفلحوا. بالمناسبة الأجانب الموجودين في جبهة النصرة ليسوا كما كبيرا، إنما هناك سوريون ضمن هذه المجموعات، لهم أهل، لهم أقارب. لذا من هذه الزاوية إن لم تكن هناك وساطات حقيقية تضمن تسويات، لا خلفيات ولا عقاب لها، لا أعتقد أنه من الأمر الممكن أن يتم تحييد جبهة النصرة أو حلها، سيما وكلكم يعلم أنه لمكان من الآن، بعد الآن، لأن تهرب هذه الجماعات المسلحة. أمامها وفق دمشق أمامها خيارين، أما تستسلم وتلقي بسلاحها وتصالح، وإلا فالعمل العسكري قادم. نعم هذا صحيح سيد صلاح، ولكن الآن أيضا تركيا كما قلت هي بين نارين، يعني من جهة التنظيمات الإرهابية وتهديداتها، ومن جهة العمل العسكري من قبل النظام والجانب الروسي. يعني هي الآن كيف، أو ما هي الخيارات المطروحة أمامها في ظل يعني كل ذلك؟ تسوي أمورها مع الثلاثي الضامن، مع روسيا ومع إيران بالتفاهم مع دمشق، لا تصعد عسكريا لأنها ليست في مكان مواجهة عسكرية، وأنا مسؤول عن ما أقول، لأنها لهذه اللحظة ليست لديها جرأة أن تدخل مضادات طائرات. لم ننسى حتى الآن أنا وأنت والسادة المتابعين، عندما أسقطت طائرة Su-24 في الأجواء السورية الشمالية، كيف احتدمت الأمور بينها وبين موسكو، وقد سلمت حلب في حينها وغدرت بمن كانت قد دفعت بهم وأعدتهم ودربتهم وسلحتهم كرمى استرضاء موسكو. ليست في مكان، سيما أن الأمريكي يتلاعب أيضا مع التركي. تركيا تعاني من حصار اقتصادي وتدهور في قيمة العملة. تركيا في مكان كما أسلفت للمرة الثالثة أقول الآن، ليست في مكان تحسد عليها عندما ارتدت عباءة أستانا أن تدفئها هذه العباءة، ولا أن لا تحاول أن تخرج عنها أو تقلعها، لأنها ستكون في مكان غير جيد. نعم أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات. صلاح قيراط كاتب ومحلل سياسي سوري حدثنا من مدريد.